عارفه نعمل بيها اناليسيس للدوائر الكهربائيه، نعمل بيها اناليسيس للسيركتس. طيب يعني ايه نعمل اناليسيس للسيركتس؟ احنا عندنا اي سيركت في الدنيا اي اليمنت فيها من الاليمنتس دي يبقى ماشي فيه كارنت وبيبقى على الاطراف بتاعته فيه فولتج، والاليمنت ده يا اما بيسبلاي باور للدايره يا اما بيكونسيوم او بيستهلك باور من الدايره. فيعني ايه نعمل اناليسيس؟ يعني اي اليمنت تعرف تحسب له الفولتج بتاعه والكارنت بتاعه والباور بتاعه. بناخد طرق بقى مختلفه نعمل بيها الكلام ده او نحسب بيها الحاجات دي، زي كي بي ال وكي سي ال، زي السيركت ريدكشن، زي الميش اناليسيس والنودال اناليسيس. هنبدا ناخد كذا تكنيك نتعامل بيه مع الدايره على مدار الكورس بتاعنا. وبعد ما نخلص الدي سي سيركتس هنبدا ندرس حاجه اسمها الدي سي سيركتس نعمل فيها نفس الكلام، اللي هو برضه ازاي نعمل اناليسيس للدي سي سيركتس. طيب اول طريقه عندنا اللي هي كي بي ال وكي سي ال. وقبل بس ما انسى يعني هسبق الاحداث شويه، اي مساله لما بيجي في بدايه الترم كده اللي هو الجزء اللي قبل الميد ترم، لما بيجي يقول لك هات حاجه معينه يقول لك يوزنج كذا، يعني استخدم كي بي ال وكي سي ال، استخدم السيركت ريدكشن، استخدم الميش اناليسيس، بيحدد لك الطريقه في اول الكورس، بيحدد لك الطريقه ليه؟ ببساطه عايز يختبرك في الطريقه دي. يعني في الشيت الاولاني اي مساله هيقول لك استخدم كي بي ال وكي سي ال، الشيت الثاني اي مساله هيقول لك استخدم ريدكشن، وهكذا. في الامتحان غالبا هيجي زي الشتات كده، هيقول لك هيحدد لك الطريقه. فلو قال لك طريقه معينه لازم تلتزم بيها، ما ينفعش تكون مساله في كي بي ال وكي سي ال ومثلا انت شايف ان الدايره ينفع تتحل بالسيركت ريدكشن او بالميش اناليسيس، هتروح تستخدم الميش اناليسيس. انا بمتحنك في كي بي ال وكي سي ال، لازم تستخدم الطريقه اللي انا محددها لك. طيب قدام شويه ممكن يحصل في النت بس غالبا مش هيحصل، يعني غالبا بيحصل في الفايل. بس قدام شويه لو جيت قلت لك بقى هات لي كذا سيب لي كذا، ما حددتش الطريقه، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اي حاجه في الدايره، لكن طالما حددت لازم تلتزم بالطريقه اللي انا قلتها لك. ما حددتش ممكن تستخدم طريقه او اكتر من طريقه مع بعض على فكره، مش شرط طريقه واحده، يعني اعمل اي حاجه انت عايزها، طالما انا ما حددتش تعمل ايه اعمل اللي انت عايزه. طيب اول حاجه عايزين بس نتكلم هو يعني ايه اصلا سيركت. سيركت يعني مجموعه من الاليمنتس او الكومبوننتس متوصله مع بعض زي الشكل اللي انا رسمه ده. طيب ايه هي الاليمنتس او الكومبوننتس اللي احنا هنتعامل معاها في الكورس ده؟ في عندنا نوعين من الاليمنتس، حاجه اسمها اكتف اليمنتس، حاجه اسمها باسيف اليمنتس. طيب يعني ايه اكتف اليمنتس؟ اكتف اليمنت يعني يقدر يجنريت باور، يقدر يجنريت انرجي، يعني يقدر يسبلاي انرجي للدايره زي الفولتج سورس وزي الكارنت سورس. في حاجه ثانيه اسمها باسيف اليمنتس، دي ما تقدرش تجنريت انرجي، ما تقدرش تسبلاي باور للدايره. ودول عندنا ثلاث انواع اللي هم الريزيستنس والكويل والكباسيتر، ودي بتاع ده اوم وده هنا وده فاروق. طيب حتى لو في عندي الكويل والكباسيتر لما ناخد الدراسه قدام شويه مش دلوقتي، حتى لو بيقدر يستور انرجي يخزن، هو خزن الانرجي وممكن اخدها منه تاني، لكن ما يقدرش يجنريت انرجي، ما يقدرش يسبلاي انرجي للدايره. مين اللي بيقدر يجنريت انرجي؟ ده وده، لكن ده بيكونسيوم او ده بيستور انرجي، لكن ما يقدرش يطلع انرجي زي الفولتج والكارنت. فاللي بيقدر يطلع انرجي للدايره او سبلاي انرجي للدايره ده اسمه فولتج سورس وكارنت سورس اللي هم الاكتف اليمنتس. اللي مش بيقدر يسبلاي باور للدايره ده اسمه باسيف. طيب تاني مفيش كلام نقوله هنا قوي، هنتكلم بس سريعا عن الاثنين دول اللي هو الفولتج سورس والكارنت سورس. الفولتج سورس ده حاجه بتطلع فولتج ثابت، يعني مثلا لو قلت لك الفي اس ده ب 10 فولت، خلاص يبقى الفولتج على الطرفين دول 10. طيب الكرنت بقى اللي بيطلعه كام؟ حد يعرف؟ على حسب الدايره. يعني ايه على حسب الدايره؟ يعني انا لو جبت فولتج سورس كده ب 10 فولت وسبت اوبن سيركت، الكرنت بكام؟ زيرو. طيب لو رحت موصل ريزيستنس، ريزيستنس دي 10 اوم، هيبقى التاير بكام؟ 1 امبير. طيب لو رحت موصل ريزيستنس ثانيه على نفس الفولتج سورس اللي هو 10 بس حطيت ريزيستنس 5 اوم، هيبقى الكارنت بكام؟ 2 امبير. فعلى حسب الحاجه اللي انت موصلها على الفولتج سورس هيسبلاي كارنت مختلف للدايره. طيب ونفس الكلام لو جيت هنا رحت المغير كده ورحت حاطط مثلا واحده كمان 10 اوم، اللي هي كام؟ بتسحب واحد، اللي هي بتسحب واحد، فالاثنين دول بقوا بيسحبوا اثنين، فالكارنت بيتغير على حسب اللي انت بتوصله. يبقى الكارنت بتاع الفولتج سورس بيعتمد على ده.
ومش شرط تكون مقاومه او اتنين، ممكن تكون سيركت كبيره فيها مقاومات اكتر، فيها سورسز ثانيه، فيها حاجات مختلفه. فعلى حسب السيركت اللي هتحط فيها الفولتج سورس هيسبلاي كارنت مختلف. طيب الكارنت سورس ده بقى بيعمل ايه؟ الكارنت سورس ده بيسبلاي كارنت ثابت. طب الفولتج بتاعه كام؟ برضو على حسب السيركت. يعني انت لو عندك كارنت سورس بالشكل ده 2 امبير مثلا، وحطيت هنا ريزيستنس 3 اوم، فالفولتج هنا يبقى كام؟ 2 في 3 يبقى 6. طيب لو رحت حطيت ريزيستنس ثانيه 5 اوم وهو 2 امبير هيبقى بيطلع كام؟ 10 اوم. الفولتج اللي على اطراف الكارنت سورس بيعتمد على الدايره اللي هو بيتوصل فيها، بس الكارنت بتاعه على طول ثابت، على طول هيطلع 2 امبير، بس الفولتج بتاعه هو. ونفس الكلام ممكن يكون محطوط في اي سيركت، يعني ممكن اجيبه مثلا في سيركت دي في اي سيركت ثاني. فهو على حسب السيركت اللي متوصل فيها الكارنت سورس ده هيبقى عليه فولتج معين. طيب حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب ناخد بقى ثاني حاجه اسمها البيزك سيركت لوز. ده قوانين السيركت الاساسيه، دول ثلاث قوانين، اومز لو وكي في ام وكي سي. طيب اومز لو ده بيقول ايه؟ بيقول لك انت لو عندك ريزيستنس وصلت عليها فولتج هيبدا يمشي تيار في الريزيستنس دي. طيب والفي ده بيساوي الاي في الار، يعني تقدر تحسب الكرنت من الريليشن ده اللي هي الفي ايكوال اي في ار. وناخد بالنا من حاجه مهمه اللي هي اتجاه التيار. اتجاه التيار بيبقى ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف، بس ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف فين؟ في الريزيستنس. في الريزيستنس يعني مش اي اليمنت في الدنيا التيار بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، التيار بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف فين؟ في الريزيستنس. تمام كده؟ طيب فانا لو عندي الفولتج ده بلس وماينس فالكارنت لازم يكون ماشي كده. لو عندي الفولتج بلس ماينس التيار هيبقى ماشي كده. فلما تيجي تكتب في ايكوال اي في ار خلي بالك انت بتكتب انهي في وانهي ار، لازم يكون ان الاي اللي ماشي في الاتجاه ده. طيب تاني قانون اسمه كيرشوف كارنت لو اللي هو اختصاره في سي ال، ده ببساطه بيقول لك ان سيجما اي ان بيساوي سيجما اي اوت عند اي نوت. اي نقطه الكرنتس اللي داخله بتساوي الكرنتس اللي خارجه منها. يعني في الاكزامبل ده الاي ان اللي هم مين؟ اي 1 واي 2 واي 3، الثلاثه دول داخلين النود اللي هي ديت، فيبقى اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 ايكوال اي 4 بيساوي الاي اوت اللي هم اي 4 اي 4 واي 5. طيب القانون ده معناه ايه؟ ببساطه كده انت لو عندك تو برانشز كده، في هنا كرنت داخل مثلا 10 امبير، فالكرنت ده هيتوسع على حسب تايب المقاومات. هنفترض مثلا ان مشي هنا 7 امبير ومشي تحت هنا 3 امبير، فلازم اللي داخل يساوي اللي خارج، ال 10 تساوي اللي خارج اللي هم 7 زائد 3. هل ينفع اقول لك دخل هنا 10 بس خرج لي مثلا 5 زائد 1 يعني 6؟ طب الاربعه التانيين راحوا فين؟ صح؟ او العكس ينفع اقول لك خرج 7 زائد 5 يعني 12 دخل 10، طب جبت الاثنين الزياده دول منين؟ صح؟ هي من الاخر شويه شحنات داخلين عند البوينت دي، ولما دخلوا البوينت دي خرجوا منها في كذا برانش في كذا تفريعه، فنفس الشحنات هتخرج، فمجموع اللي داخل يساوي اللي خارج. فقانون كي سي ال دوت حاجه ليك كده مالهاش دعوه بالامتحان، يعني اسمه لو اوف كونزرفيشن اوف شوك، قانون بقاء الشحنه اللي هو الشحنات اللي داخله لازم تساوي اللي خارج، سيجما الاي ان بيساوي سيجما الاي ان. حد عنده مشكله في القانونين دول؟ طيب اخر قانون هناخده قبل ما نبدا نحس مسائل اللي هو كيرشوف فولتج لو اللي هو كي في ال، وده ممكن نكتبه بطريقتين. لو انت عندك لوب، اللوب دي فيها مجموعه من الاليمنتس، ف سيجما الفولتجز اللي على الاليمنتس دي اللي موجوده في اللوب، سيجما الفولتج على اي لوب لازم يكون بيساوي زيرو. طيب بنكتب الايكويشن دي ازاي؟ بتدي كل فولتج تقابله الاشاره اللي انت عايزها، يعني مثلا هفترض ان البي واحد ده هاخد اول اشاره اللي هي النيجاتيف، فاروح كاتب كده النيجاتيف بي 1 هنا بلس ماينس بي 2، البي 2 ده نفس ترتيب البولاريتي ولا عكسها؟ يعني ده ماينس بلس ده بلس ماينس العكس، يعني انت بتطبق كي في ان لازم تاخد دايركشن للوب سواء كلوك وايز او انتي كلوك وايز. ينفع تاخد الدايركشن في اي حته؟
بس احنا في الكورس بتاعنا عمرنا ما هنعمل العكس، يعني عمرنا ما هنطبق اي بي ال كده، قصدي اسف كده، حتى وانا بعملها غلط مش عارف، عمرنا ما هنعمل كيف ال في الدايركشن اللي هو ايه ده، على طول هنعمل في الكلوك وايز دايركشن. فعشان ما تلخبطنيش وتلخبط الدكتور تقرفنا، طبق الكيف ال على طول ايه في الاتجاه ده، ورغم انها تنفع في اي اتجاه بس انت هتعملها في الكلوك وايز دايركشن. طيب وانت ماشي في الكلوك وايز دايركشن ده، اول اشاره هنا قابلتها ماينس بلس، هنا العكس بلس ماينس، فهتروح كاتب هنا ايه بلس في 2 اللي هي الاشاره دي. طب انا عايز العكس، عايز اقول في 1 بعد كده ماينس في 2 صح، احنا الاثنين هنطلع نكتب نفس الايكويشن كانك ضربت الايكويشن كلها في نيجاتيف، بس ليه الاسهل احنا بناخد اول اشاره تمام كده. طيب يبقى دوت ماينس في 1 هنا بلس في 2 هنا ماينس في 3 هنا بلس في 4 الكلام ده بيساوي زيرو، يبقى سميشن الفولتجز على اي لوب بيساوي زيرو طالما ترتيب البولاريتيز مختلف، ده ماينس بلس بلس ماينس ماينس بلس بلس ماينس، طالما البولاريتي بتتغير فانت اي واحد فيهم اديله بلس واللي عكسه اديله ايه؟ ماينس. احنا اخترنا نعمل ايه؟ هناخد اول اشاره تقابلها يبقى ديت ماينس بلس ماينس بلس، ده في مشكله؟ طيب ممكن بقى نكتب نفس الايكويشن دي بطريقه ثانيه اللي هي سيجما في رايز بيساوي سيجما في درو. يعني ايه سيجما في رايز بيساوي سيجما في درو؟ انت لما اتنقلت من البوينت دي للبوينت دي الفولتج زاد ولا قل؟ فولتج زاد بمقدار قد ايه؟ في 1. ده اسمه فولتج رايز، فراح كاتبه هنا في 1. وانت ماشي من البوينت دي للبوينت دي الفولتج قل ولا زاد؟ قل بمقدار في 2، فهتكتب في 2 دي في الناحيه الثانيه. في 3 ده رايز ولا درو؟ رايز، هتكتب بلس في 3. في 4 دروب، تروح كاتب هنا في 4، يبقى في سيجما في رايز بيساوي سيجما في دروب، ففي 1 زائد 3 بيساوي في 2 زائد 4. هتلاقي ان الايكويشن ديت لو اديت 1 و3 الناحيه الثانيه هتبقى زي اللي تحت. فانت ممكن تكتبها بطريقتين، سيجما في رايز بيساوي سيجما في دروب، ديت اول حاجه. ثانيه ان مجموع الفولتات دي على اي لوب بيساوي زيرو، ان كل فولت واحد تديله اشاره بلس، اي واحد عكسه تديله ايه؟ ماينس. وقلنا عشان نسهل هناخد اول اشاره تقابلها. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ طيب نبدا اول كده مساله عندنا. جايب لك هنا سيركت بيتكون من الكومبوننتس ديت وبيقول لك هات الكرنت ايتش برانش يوزنج كي بي ال وكي سي ال. طيب اي مساله كي بي ال وكي سي ال بغض النظر هو طالب ايه اصلا، اول خطوه فيها ان احنا لازم كل اليمنت عندي في الدايره يكون ماشي فيه كرنت، لازم نقسمه فيه كرنت. فمثلا هنفرض ان هنا ماشي عندنا تيار اسمه اي واحد، اعمل بس تيار عشان ايه نطلع نفس الايقون. هنا مثلا هفرض ان في كرنت اسمه اي 2 وهنا ماشي كرنت اسمه اي 3. طيب هل الاتجاهات ديت لازم تكون يعني حاجه معينه؟ لا، اي اتجاه، يعني واحد مثلا فرض اي واحد كده او اي 2 ماشي فوق او اي 3 ماشي كده، اي حاجه. احنا اصلا ما نعرفش الكرنت قيمته هتبقى كام في اي برانش، يعني اي برانش من دول انا ما اعرفش التيار اللي يمشي فيه كام ولا اعرف اتجاهه فين. انا هحل الدايره عشان اعرف كل برانش هيمشي فيه تيار بكام وفي انهي اتجاه، انا هحل الدايره عشان اعرف ده، لكن قبل ما احلها انا ما اعرفش. فانا هفرض التيار في اي اتجاه. طيب لما اي واحد ده احل الدايره وفي الاخر يطلع لي مثلا 2 امبير، ده معناه ان الاتجاه صح؟ لو طلع لي ماينس 2 امبير ده معناه ان التيار قيمته 2 امبير بس ماشي بعكس الاتجاه. طب هل محتاج ارجع اعدل الرسمه؟ لا، هفضل سايبه كده الناتج ناقص 2 وانا فاهم انه العكس. انا فاهم ان انت فرضته غلط. تمام؟ طيب ليه ما ينفعش اعكس على الرسمه؟ لان انت لو عكست على الرسمه انا هشوفك كاتب ايكويشنز غلط. انت كاتب كي في الات وكي سي الات عكس الاتجاه اللي انت عامله، فانت كاتب ايكويشنز غلط. فانت سيب الاتجاه زي ما هو على الرسمه وسيب الناتج زي ما هو بالنيجاتيف بتاعه. وانت فاهم معناه ايه وانا فاهم معناه ايه، تمام كده؟ طيب يبقى اول خطوه في كي في ال وكي سي ال بنعمل ايه؟ كل اليمنت بفرض فيه كرنت. في مشكله في الكلام ده؟ طيب عندنا كام انون كده؟ ثلاثة، يبقى محتاجين كام ايكويشن؟ ثلاثة. بنجيبهم منين الثلاثة ايكويشنز دول؟ إن إحنا نطبق كي في ال وكي سي. ممكن بقى نطبق ثلاثة كي في ال، نطبق ثلاثة كي سي ال، نطبق اثنين كي في ال وواحدة كي سي ال، اثنين كي سي ال وواحدة كي في ال، مش تفرق. أيا كان
الايكويشنز اللي انت تطبقها في مسالتك، مش بتكلم عن اي مساله، اي مساله ايا كان الايكويشنز تطبقها، المهم ان انت تقعد تطبق كيف ال وكيس ال لحد ما تعمل ايه، توصل لايكويشنز قد عدد الانوت. فهنا عايزين نجيب 3 ايكويشن فنحلهم، نجيب اي واحد بكام واي 2 بكام واي 3 بكام، فنبقى جبنا المطلوب اللي هو عايزه اللي هو الكرنت في كل برانش. طيب حد كده يقول لي اطبق كي في ال وكي سي ال فين؟ كي سي ال في النود اللي فوق مثلا. اول حاجه لازم تسمي له النود اللي انت بتطبق عليها كي سي ال. ليه؟ لان انت لو كتبت ايكويشن انا مش هفهم انت كاتب ايه. لو الدايره اكبر شويه، واحد مثلا فرض كرنتس اسمائهم مختلفه، يعني مثلا واحد سمى ده اي واحد وده اثنين وده اللي ثلاثه، واحد سمى ده مش عارف ده اللي واحد ده اللي اثنين وده ثلاثه وهكذا. طب لو الدايره فيها 7 8 كرنتس او 10 اكيد كلكم هتفرضوا حاجات مختلفه، ولا يسمى اي اكس ولا يسمى اي واي ولا يسمى اي واحد ولا يسمى اي نوت. فانت كاتب رموز يعني مفيش اجابه ثابته، انا بقرا حاجات مختلفه. وطبعا مش كلنا هنطبق نفس الايكويشنز، نفس الكي في الات ونفس الكي سي الات، فكل واحد كاتب حاجه معينه. فانت لازم تقول لي انت جايب الايكويشن اللي انت كاتبها دي بالرموز بتاعتك اللي مختلفه، بالكي في ال او الكي سي ال اللي انت طبقتها اللي مختلفه عن زميلك، لازم تقول لي الايكويشن اللي انت كاتبها دي جايه منين. فاول حاجه لو هي نود هروح مسميها كده مثلا ايه، واكتب جنب الايكويشن انا جبتها منين، اقول له هطبق كي سي ال عن مين، اقول له كده كي سي ال ايه. ما اكتبش الايكويشن على طول، لازم اقول هي دي بتاعت مين. لو انت كاتب رموز انا مش هفهم انت جايبها منين، اقعد ادور في المساله، لو المساله كبيره اقعد ادور هو جاب دي منين، واكيد مش هعمل كده بدور لانه مش منطقي. يعني لو المساله اكبر صدقني مش هتعرف تدور. فلازم تكتب لي الايكويشن جايه منين، يا اما مش هفهم ان انت كاتبه. طيب لو طبقنا كي سي ال عند ايه اللي هو سيجما لاي ان بيساوي سيجما لاي ار، فالايكويشن دي هتبقى ازاي؟ I1 بيساوي I2 زائد I3. ديت كده اول ايكويشن عندنا. طيب طبق ايكويشن، طبق كيف ال وكيس ال فين تاني؟ كيف ال على اللوب الاولانيه اللي هي اللي على الشمال دي مثلا، فبرضه لازم نميز اللوب ديت نسميها مثلا واحد، وما ننساش ان الدايركشن بتاعها كلوك وايز دايركشن. طيب انا هشرح بالتفصيل كده نكتب كيف ال ازاي باول مره. بس بعد ما اقول هنكتب كيف ال ازاي اول مره، مش هقول اللي انا قلته ده تاني، هنكتبها سيستماتيك على طول. طيب وانت بتطبق كيف ال، ايه الاليمنتس اللي ممكن تعمله؟ او كيف ال فور لوب واحد، ايه الاليمنتس اللي انا وانا بطبق كيف ال هتقابلني؟ يا سبلاي يا ريزيستنس، في حاجه ثانيه؟ طيب لو سبلاي هنعمل ايه؟ خد اول اشاره تقابلك، اول اشاره هتقابلك هنا مين؟ ماينس، فتركها لي كده ماينس 27 كده. الاحتمال الاولاني بتاع السبلاي في مشكله؟ طيب ايه ثاني احتمال؟ انك تقابل ريزيستنس. برضو هشرح اللي انا هقوله ده جه منين، بس برضو مش هنعمل الكلام ده تاني، يعني هنكتب بعد كده الايكويشن السيستماتيك. طيب لو انا عايز اكتب الفولتج اللي هنا، هو طالما التيار ماشي في الاتجاه ده، فلما اقول 6 في اي 1 6 في اي 1 ده الفولتج اللي عليها، الفولتج ده البولاريتي بتاعته تبقى ازاي؟ بوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، هو ده الفولتج اللي اسمه 6 في اي 1 صح كده؟ طيب الفولتج ده انت بتطبق ايه اللي هتعمل البلس بتاعه الاول ولا الماينس الاول؟ البلس، فتروح كاتب ايه؟ زائد 6 في اي 1. طب كل مره اقول بقى الكلام اللي انا قلته ده؟ لا، لو قابلت ريزيستنس اعمل ايه؟ لو التيار ماشي مع اتجاه اللوب يبقى ايه؟ بلس. لو عكس اللوب، لو الاي واحد ده كان ماشي كده يبقى ماينس 6 في اي واحد. سهله؟ طيب الفولتج ده بكتب كام؟ بلس 6 في اي 3. طيب يبقى 6 في اي واحد بلس 6 اي 2 يساوي 27، ودي الايكويشن الثانيه. وانا لما بكتب تحت الناس اللي ورا شايفه؟ يعني الناس شايفه مثلا الايكويشن دي؟ تمام؟ ماشي. لو حد مش شايف حاجه ينبهني، يعني انا لو عملت حاجه مخليك مش فاهم نبهني. طيب ثالث ايكويشن نعمل ايه؟ كي في ال اللوب الثاني يبقى كي في ال
4 لوب 2 ولوب 2 اللي هي راح برضه عامل كده سهم في كلوك وايز دايركشن واقول له ليه لوب رقم 2. طيب اول حاجه الفولتج ده اخده بلس ولا ماينس؟ ماينس. طالما السهم عكس دايركشن اللوب يبقى ماينس 6 في اي دي دوت بلس 6 في اي 3 ودوت قابلت البلس الاول يبقى زائد 18. طيب دي كده الايكويشن رقم 3. اسف المفروض هنا انت بيساوي ايه؟ زي كده ثالث ايكويشن. طيب لو حللنا الايكويشن رقم 1 و2 و3 هنجيب ايه؟ اي 1 بكام؟ واي 2 بكام؟ واي 3 بكام؟ يبقى كده جبنا الانون اللي هو كان عايزه، هو كان عايز يطرح في كل برانش وانا حسبته. فين المندوب اللي كان كلمنا على الواتس سالنا عن ايوه يعني اكد على الناس بقى ان هتقول المكان خلاص عشان السكشن فيه عمدان كتير وبتاع الناس مش بتشوف صوت والضغط مش حلو سيء يعني كل سكشن كده سيء فهنا اهو اتفضل حضرتك اللوب اللي هو بتاع الكيك اللي هو الشعر هنا؟ اه انا قلت ان بعد جت طياره بوست في الاول مجاني هنا مش المفروض بوست نيجاتيف ولا لا؟ هي دي اصلا مقاومات؟ بس ما تعتبرهاش حاجه ده غير ان انتوا عليه فولتج تعرف تطبق كي في ال في الطريقه دي؟ بس خلاص لكن لما يكون سيركت قلت لك والله الاليمنت ده بقى مش شرط يكون انا مديك الفولتج عليه وراسم البولاريتي وراسم كل حاجه يعني انا هنا مديك الفولت كام وهنا كام عامل كده يعني انا حضرتك محدد الاشارات قابلت هنا محدد الاشارات فقلت لك بنطبقها ازاي هنا مش محدد فبنعمل ايه؟ والله لو صباي هياخد الاشاره الاولانيه شبه دي عامل لو الريزستنس مش فيها كرنت انا ما حددتش البولاريتي بس قدرت اعرفها قدرت ارسمها زي ما ده بس هل كل مره لازم اقعد ارسمها؟ لا خلاص انا لو ده ماشي مع اللوب برسمه بوستل لو عكس اتجاه اللوب زي اللوب 2 هتبقى ايه؟ فانا يعني في الاخر انا خليت دي شبه دي بس مش كل مره لازم ارسم الدولار انا خلاص اعرف اكتب كده ايه من غير اصلا ما اعمل الكلام ده خالص. في حد عنده سؤال في المساله دي؟ انا دايما الباور سبلاي لازم اخد اول اشاره. لا انت ممكن تكتب كيف ايه الايكويشن دي ب 600 طريقه بس الطريقه اللي انا بتكلم فيها لو صباي خد اول اشاره يعني هنا خدنا ايه الماينس هنا ده مع اتجاه اللوب في الريزيستنس خدت الكارنت بوستر وهنا مع اتجاه اللوب خدت الكارنت بوستر طب ثاني واحد السبلاي خدت البوستر الاول كتبت بلس 18 والكارنت ده كان عكس اتجاه اللوب خدت ماينس وده مع اللوب خدت بلس يبقى الطريقه اللي انا بمشي بيها سبلاي خد اول اشاره ريزيستنس التيار مع اتجاه اللوب خده بص التيار عكس اتجاه اللوب خده دي. في بقى يعني انا مش هقول لك ان انت اصلا يعني لو فتحت الورق نفسه اللي انا حالف فيه هتلاقيني انا كاتبها غير كده. لان كاتبها مثلا من سنتين كنت بقولها بثلاثه. بس دي اسهل حاجه يعني انا شايف ان بالنسبه وانت لسه يعني بتدرس اول مره السيركتس اسهل حاجه لفقت مع دماغ الناس هي دي. لكن انا في الاول كنت بكتبها بالطريقه اصلا بقى مش دي. كنت بكتبها بالطريقه اللي تحت. سيجما بي لاج بيساوي سيجما بي لاج دي اول حاجه بدات بيها خالص لا ال ده هيكونسيوم لا ثواني انا فرد كده ده هيسبلاي مش عشان ده طلع ماينس طيب العكس هيسبلاي الاثنين بيسبلاي باور انا مش لازم احدد البولاريتي بتاعت الاسم صح؟ لا عرفت تكتب كي بي ال وكي سي ال في الجروب الثانيه من غير ما تحدد بولاريتي اي حاجه ولا لا؟ بس طيب هل ده يعني مختلف عن ده؟ هو الرول اللي انا قلتها هتوصلك لده في الاخر بس مش نقعد نفكر في كل لوب يعني انت ممكن تطبق مثلا سبع ثمان معادلات في المساله مش هتقعد تفكر في كل واحده تجيبها منين؟ احنا مطلوب منها ثلاث معادلات بس وده ممكن يجيبه بالاله ولا لازم برضك طريقه
يعني جبري وكده. ازاي تحل المعدات يعني؟ اه يعني هنا مطلوب مننا الحل ده ولا ممكن ندور الاله على طول؟ لو اي 1 واي 2. بص حل المعدات في جزء الدكتور وليد اللي هو الجزء اللي جاي اللي بعد الدكتور عادل. بيبقى في معدات تتحل مع بعض في طريقه المش والنودل، والدكتور بيبقى طالب ان انت تحلها بايديك. يعني هتقعد تضرب الايكويشن مش عارف ديت في كذا وتضرب دي في كذا وتجمعهم على بعض وتقعد تحلها بالتعويض او طريقه ثانيه اسمها كرامر. وهنقول لكم الكلام ده يعني ساعتها. فلازم حضرتك بيحط عليها درجات وبتنقص لو ما حلتش المعدات بيدك، حلتها بالاله بتنقص. ففي جزء من درجه المساله، مش كل المساله، جزء من يعني مثلا مساله 10 درجات هنحط مثلا درجتين مثلا على شغل الماس بتاع المعدات. فاهم قصدي ايه؟ ده في جزء دكتور وليد. اي حاجه ثانيه حل المعادلات براحتك. بس انا عايز اقول لك مفاجاه بقى، مش هنحل معادلات مع بعض. فاي حد يعني في اي جزء من جزء دكتور وليد مش هنحل معادلات مع بعض. تقول لي ما انت لسه حالل ثلاث معادلات. لا انا بعلمك تطبق كي بي ال وكي سي ال ازاي، لكن احنا مش هنحل كي بي ال وكي سي ال كده. لسه هكتب دلوقتي يعني لسه هقول لك تحل ازاي. انا هخليك تحل كي بي ال وكي سي ال من غير ما تحل ولا معادله مع التانيه. حد عنده سؤال تاني؟ الكرنت سورس بتتعامل معاه كانه فولت سورس ولا لا؟ الكرنت سورس بتتعامل معاه انه كرنت سورس؟ لا كساين فولت كساين؟ لو كرنت سورس يعني مش هتطبق كي بي ال اصلا فيها كرنت سورس. ليه؟ انا هنا رحت مزود نود ثالثه وحطيت كارنت سورس هنا. مثلا ده 3 امبير وده مثلا 5 وولت. عارف هنا زاد يعني هنا انت اول حاجه انت عارف الكارنت بتاع البرانش ده فانت مش محتاج الكوشن تاني اصلا. بس يعني الكارنت سورس ده كان بيفيدك بايه؟ ان ممكن اطبق كي سي ال هنا عادي. فاعرف الكارنت ده بكام؟ يعني الكارنت ده زي ده زي ده اللي هو الثلاثه طبق كي سي ال. تمام كده؟ فالكرنت سورس اللي زاد ده زود الانون دوت لان ده ما بقاش اي 3 فزود لي الايكويشن اللي هي كي سي. تمام كده؟ طب هل بقى ينفع اطبق كي في ان هنا؟ لا. ليه لا؟ هتقول لي انا ما اعرفش الفولتج بتاعه. واحد بقى محنك راح قايل لي ايه؟ على فكره انت ممكن تفرض الفولتج دي اكس. صح كده؟ ماشي. ما انت زودت انون جديد وايكويشن جديده، عملت ايه؟ ولا حاجه. فالكي في ال بتاعت الكارن سورس ملهاش لازمه. تمام كده؟ طب نكتب الايكويشن دي ازاي؟ هتقول ماينس 18 ماينس 3 في 5 زائد بي اكس. في اي حد مش قاعد مش فاهم دي؟ حتى اول ساين برضه ماينس 18 بلس بي اكس ناقص 3 في 5 لان ال 3 ايه؟ عكس اتجاه دي. الناس كلها فاهمه دي صح كده؟ بس هل دي ليها لازمه؟ ليه لا؟ علشان عملت ايكويشن زياده بس حطيت انون. امتى اطبق كي في ال؟ حاله من اتنين، يا انا مديك الفولتج ده بكام؟ فانا بديتهولك جيفن اهو، طبق كي في ال، الكي في ال دي هتفيدك فعلا. تمام كده؟ ده اول ايه؟ احتمال. ثاني احتمال ان اكون خلصت المساله كلها، جبت الكرنس كلها وهو يقول لي انا عايز الفولتج بتاع الكرنس سورس كام؟ ساعتها اروح ايه؟ فرض اسمه في اكس واطبق كي في ال وبعد كده اروح قايل في اكس بكام. تمام كده؟ او يكون طالب الباور فلازم احسب الفولتج فبرضه نفس الكلام. يعني من الاخر يا اما يديك الفولتج وتطبق كي في ال ودي نادرا ما تحصل. الحاجه الثانيه ان يكون طالب منك الفولتج بتاع الكرنت سورس او البار بتاعته فبتجيبها امتى؟ بعد ما تخلص المساله. لكن نص المساله لو فرضت الفولتج ده وطبقت كي في ال انت عملت حاجه؟ حطيت النون جديد ومعادله جديده ما عادش حاجه ملهاش لازمه. طبق كيف اللي على الكارن سورس في اخر المساله. حد عنده سؤال تاني؟ طيب كده احنا اتعلمنا ايه لحد دلوقتي؟ اتعلمنا نطبق كيف ال وكيس ال ازاي؟ يعني انت لو عندك نون بتعرف تطبق فيها كيف ال ولو عندك نون بتعرف تطبق فيها كيس ال. طيب احنا بقى عايزين نتعلم نحل مسائل كيف ال وكيس ال، دي مش مساله. ماشي؟ طيب نبدا كده في اول مساله يعني فيها شويه مطاليب حلوه. طيب المساله ديت بيقول لك لو الفرن سورس ال 4 امبير ده بيسبلاي باور قيمتها 16 وولت، عايز تنجز بي اكس اللي هو فولتج سبلاي ده، وعايزك تعمل حاجه اسمها ايه كده؟ فيريفاي باور بالانس، تعمل فيريفيكيشن للباور بالانس او تثبت ان في حاجه اسمها باور بالانس. طيب اول حاجه اللي هو البي اكس نجيبه ازاي؟
احنا قلنا دي مساله ايه؟ يوزنج كي بي لوكي سيلف. مساله كي بي لوكي سيلف. طالما مساله كي بي لوكي سيلف اول حاجه بنعمل ايه؟ حدد لون. نفرض كرنت في كل برانش وفي اي اتجاه زمان. انا هفرض بس زي الحمد اللي انا عامله علشان يطلع نفس المدى. هيطلع لك اي اكس في واحد صح؟ ماشي في اكس وهنا 12 عادي وهنا 4 في اي واحد كم النون؟ 3 عايز تطبق كي في ال هنا ما ينفعش في كارن سورس طبق مثلا كي سي ال موجودين باور ماشي بتيجي الباور فتعرف يعني تطبق كي في ال بس يعني هنتكلم هنطبق مثلا كي سي ال 4 ده اي 4 واي 2 عندك كم النون؟ 2 هتسميها 2 وهكذا بتبدا تطبق معادلات وتسميهم 1 2 3 4 حد 6 بعد كده تعمل ايه؟ تحل الست معادلات. هل حل الست معادلات ده حاجه سهله ولا صعبه؟ صعبه. فعلشان تتجنب انك تحل معادلات كتير مع بعض على فكره في مساله ممكن تكون فيها 10 كرنس مثلا. وعايز اقول لك ان دي سهله انت بتعرف تطلع ست معادلات ممكن تعرف تحلها. لكن لو في مساله ثانيه فيها 6 انونز او 10 انونز غير دي مجهول المساله دي. مش هتعرف تحل المعادلات قولا واحدا وعايز اقول لك حاجه لا انا ولا انت يعني لا انا ولا انت هنعرف نحل طيب ايه الحل بقى احنا مش هنحل معادلات مع بعض اصلا طب هنعمل ايه عشان نتجنب ان احنا نحل معادلات مع بعض انت مش هتطبق كي في ال وكي سي ال بشكل العشوائي اللي انا قلته ده لو نطبق كي في ال هنا طب كي سي ال هنا طب كي سي ال هنا لا مش هنعمل كده طبق كي في ال وكي سي ال بسيكونس معين او بطريقه معينه طيب ايه هو الطريقه ديت وهي السيكونس دي قبل بس ما اقول السيكونس دي خلينا نطلع كده النون هو مديه لنا بعد كده نبدا في الطريقه دي ماشي؟ طيب وانا اداني المعلومه بتاعت البار بتاعت الكلام سورس دي اقدر استفاد منها في حاجه؟ اقدر اجيب ايه؟ فولتج بتاعي فاول حاجه كده اروح راسم الكلام سورس اللي هو 4 امبير الفولتج بتاعه بيساوي الباور على الكارنت اللي هي 16 وات على ال 4 امبير أربعة. طيب السؤال بقى الأربعة فولت دول الدرجة بتاعتهم عاملة إزاي؟ يعني مثلا كده ولا كده؟ البولاريتي اللي فوق ولا اللي تحت؟ على حسب على حسب على حسب اللي فوق اللي فوق مش ما تقدرش تحدد فوق ما تقدرش تحدد ليه ما تقدرش؟ حصل ما تحدد اللوجيك اتجاه السما انت ما انت مش عارف فعلا البولاريتي بتاع الفولتج ده كام؟ لا اللي فوق ليه اللي فوق؟ هو ايه بيسبلاي باور طالما بيسبلاي باور احنا هنتكلم تاني على حته الباور بس قبل ما نتكلم هو بيسبلاي باور مش اي اليمنت لو الفولتج بتاعه كبر لو الكرنت خارج من البوست بيبقى بيسبلاي ولو داخل في البوست بيبقى بيسبلاي هو هنا ده بايه؟ فالكرنت لازم يكون خارج بالبوست فالبولاريتي اللي فوق اللي تحت اللي فوق يبقى نعرف نحدد عشان هو قال لك الباور اللي بيسبلاي اللي هو قال لك انه بيسبلاي باور فبتعرف تحدد فاول حاجه كده انا عرفت الفولتج هنا على الكرنت سورس ده اللي هو 4 فولت دي كده اول معلومه طيب احنا قلنا بقى عندنا 6 انونز وما ينفعش نطبق كي بي ال وكي سي ال بشكل كده عشوائي لازم نطبقها بسيكونس معين ايه هو بقى السيكونس ده؟ انت عندك نوعين من المسائل. أول نوع دور على الكي في ال أو الكي سي ال. اللي لما تطبق الكي في ال أو الكي سي ال تلاقي عندك النوع واحد. ها؟
هل هنا في معادله سي في ال او معادله كي سي ال؟ ايوه. يكون فيها امور واحد؟ ايوه. ايه هي؟ اللوب اللي فوق على اليمين. صح؟ لو انا طبقت هنا كي في ال في اللوب ديت. انا معايا ال 4 فولت ومعايا ال 12، مين الانون اللي ما اعرفوش؟ فلو طبقت الكي في ال دي هيبقى فيها ايه؟ انون واحد. طالما فيها انون واحد هعرف احل المعادله. فبنعمل ايه في النوع دوت من المسائل؟ بتدور على الكي في ال او الكي سي ال اللي يكون فيها انون واحد. والحمد لله لقينا يعني. النوع الثاني انك ما تلاقيش. هقول لك تعمل ايه بقى. طيب يبقى اول حاجه هنا تروح قايل له كي في ال فور لوب واحد. حد كده يمدلي الكي في ال دي؟ نيجاتيف 12 ماشي؟ ها؟ بلس 1 زي 3 في اي 4 يبقى 4 في اي 4 بلس 4. هل حد عنده مشكلة في كتابة معادلة كي في ال وكي سي ال؟ الاي 3 ماشي في الفولتج سورس بس انا بطبق كي في ال مش كي سي ال، انا عايز الفولتج 12 على طول. طيب يبقى 4 في اي 4 بيساوي 8، يبقى الاي 4 بتاعي بيساوي 2 امبير. هي كده اول امبير. هل في كي في ال ثانيه او كي سي ال ثانيه تجيب لك النون كمان؟ اه خلاص. لو مسكنا النون ديت كده انت خلاص جبت اي 4 ومعاك هنا ده ب 4 امبير، تعرف تجيب؟ اي 2. اي 2 فنسمي النود ديت ايه ونطبق عليها كيس ايه. ممكن تعمل في نفسك كده معروف كده ممكن تعمل في نفسك معروف كده بخط كده بسيط تروح ايه معلم على اللي انت جبته. يعني انا جبت هنا اي 4 فابقى فاكر اني جبته، فاعرف ان لما اطبق هنا كيس ايه هجيب اي 2 كده جبت ايه؟ اي 2. طيب يبقى كي سي ال هتنوت ايه؟ يبقى عندي 4 بلس اي 4 بيساوي او زائد اي 2 لان كل الكرنتس هنا داخله الكلام دوت بيساوي 0. فالاي 2 بتاعي هيساوي ناقص 4 ناقص اي 4 والاي 4 ده حسب 2 امبير يبقى ناقص 6 امبير. طلع ماينس هعمل ايه؟ ولا اي حاجه سيبه زي ما هو ماينس. طيب جبت اي 2 اعرف اجيب ايه تاني؟ اعمل لوب اللي تحت. قول لي بقى اللوب اللي تحت انا عارف ال 4 فولت وعارف ده هجيب 1. فانت بتمشي بقى بالسيكونس ادور على الكي في ال او الكي سي ال اللي يكون فيها نوع واحد، لكن ما بقولش كي في ال هنا، انت مش عارف كي سي ال هنا، كي سي ال ده مش هعمل كده. بطبق كي في ال وكي سي ال بترتيب معين بحيث ان كل معادله تجيب لي امور، مش هلاقي شويه معدات واقعد احلهم مع بعض. وصلت الفكره؟ هل ده صح؟ طيب على حسب؟ لا بقول اسهل بكتير. اه اسهل ماشي. طيب يبقى كي في ال في الجيب الثانيه؟ نيجاتيف 4 هيبقى لما نطبق كي في ال ديت اول حاجه 4 في اي 1 بيزن نيجاتيف 4 ناقص 4 بلس 12 ناقص 2 في اي 2 الكلام ده بيساوي 0 والاي 2 دوت بناقص 6 فتقدر تحسب الاي 1 بكام؟ اي 1 هيكون مثلا 4 زائد 2 في ناقص 6 هيبقى ناقص 12 يبقى 4 على ال 4 يبقى ناقص 8 على 4 ناقص 2 امبير. طيب بلس هتبقى 4 هتبقى 4 تمام تمام. طيب عادي ممكن اخلص الحساب بس دي تمام يعني. بعد ما جبنا بقى اي 1 جبنا اي 1 اجيب ايه تاني؟
اقدر اجيب اي اكس لو طبقت هنا كيس ال هجيب الاي اكس يبقى اطبق هنا كيس ال نسمي النود ديت مثلا بي راح قايلين كيس ال هات بي هيبقى عندك الكرنت ده خارج وده خارج وده خارج يبقى مجموع الثلاثه بزيرو يبقى اي 1 اي 2 اي اكس بيساوي زيرو والاي اكس يساوي نيجاتيف اي 1 اللي هي 2 نيجاتيف اي 2 اللي هي 6 فيبقى الاي اكس بتاعي 8 امبير. طيب جبت كده اي اكس اعمل ايه تاني؟ خلاص بقى خلصوا طبق كيف ال هنا معاك 12 والاي 1 والاي اكس دي دي اكس اللي هو كان عندي فدي ايه اخر معادله عندي سميها مثلا لوب 3 كي في ال 4 لوب 3 يبقى عندك ناقص 4 باي 1 زائد 1 باي اكس ماينس في اكس بلس 12 الكلام ده بيساوي 0 فالفي اكس هتبقى بتساوي ناقص 4 وراي 1 بناقص 2 يبقى 8 وراي اكس برضه 8 زائد 12 يبقى في اكس طلع 8 و20 كده جبنا اول مره هل ده صح؟ هل انت شايف ان ده طويل؟ لا الموضوع منظم جدا فانت بتدور على كي في ال او كي سي ال تجيب لك قانون واحد هتجيب منها قانون تدور على اللي بعدها يكون فيها قانون واحد تدور على اللي بعدها معادله يكون فيها قانون واحد كده احنا ما حللناش اي ايكويشنز مع بعض خالص وجبنا كل الفاريبلز اللي هو عايزها وهتاخد بالك ان احنا طبقنا كام معادله في واحد 2 3 4 5 جبنا 5 انونز ناقص معادله سادسه اللي هتجيب اي 3 احنا قلنا عندنا 6 انونز هنطبق 6 معادلات فانا عارف من الاول ان اطبق 6 بس مش هحلهم مع بعض انا هطبقهم بسيكونس معين بحيث ما احلش حاجه معدله طيب كده احنا جبنا الدي اكس اللي هو عايزه وقت تاني حاجه بقى بيقول ايه فيريفاي باور بالانس حد عارف يعني ايه فيريفاي باور بالانس؟ حد حل مساله باور بالانس قبل كده؟ باور كونسيوم بيساوي باور سبلاي تمام نتكلم عنها سريعا دقيقه كده ولا حاجه وبعد ما نشرحها نروح ايه؟ حلين المطلوب بالتالي ويا ريت يعني تركزوا الموضوع سهل لان لما بيجي مساله كيف ان في الامتحان الناس بتعك الدنيا جامد يعني الموضوع واضح انا مش هغير الطريقه اللي انا بعملها خالص كل مره هفرق الكارت وكل مره هطبق الايكويشنز بسيكونس معين سواء في النوع ده من المسائل او المساله الجايه اللي هي اللي هحطها الجايه على السبوره دي اعلمك برضه تعمل فيها ايه وكل مره احل كده وانا حليت مسائل كتير يعني انا حليت الشيت بتاعك وحليت امتحانات اللي جايه يعني انا درست الماده كذا ترم فشفت مسائل كتير قوي مفيش ولا مره اضطريت اعمل حاجه ده ف اهدى كده في الامتحان واركز وامشي بسيكونس معين الموضوع عبيط لان احنا بنشوف في الورق مهزله انت مش متخيل يعني يا ريتك بتغلط عادي كل الناس بتغلط في كل المواد انا بشوف في السيركتس مهزله يعني في المواد كلها بشوف غلطات هنا بشوف يعني حاجه كده ما تتوصفش ويا ريت في ده يعني ده مثلا في تفكير انا بفكر اطبق مين قبل مين الطرق اللي جايه على فكره سيستماتيك يعني مش اناليسيس والنودل اناليسيس سيستماتيك مع ذلك بشوف ايه قلع مؤضله مهزله قلع مؤضله فالموضوع سهل ركز وبطل توتر في الامتحان عارف الامتحان المترم بيبقى ساعه وعارف ان بيبقى طويل شويه بس سيادتك لما بتتوتر بتعك الدنيا وبتضيع مجهودك في مذاكرتك. فلا لو ركزت في الساعه دي هتعمل اداء احسن بكتير وهتلاقي نفسك جبت جريد حلو يعني. فاهدى ما تتوترش في الامتحان ما تنساش اللي انت ذاكرته واللي انا عمال انبح صوتي فيه وهفضل اقول فيه طول السكاشن ما تخليش ده يروح على الفاضي انت عارف انت بتحل ازاي وحليت 100 مساله اهدى كده
ما تتوترش وهتحل كويس. طيب ايه بقى الباور بالانس ده؟ دلوقتي لو عندك مثلا فولتج سورس مثلا نقول 20 فولت، خليها 10 مثلا، احب انا 10 فولت ده، وعندك مقاومه مثلا نقول 5 فولت، فانا بنمشي مكان من البيزي بنمشي كده ولا كده؟ بنمشي تحت صح؟ طيب يبقى ده الفولتج اللي على سيستم اللي هو كام؟ 10، وده الكرنت اللي هو من البيزي. تمام كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ الباور بتاعت الريزستنس دي كام؟ هي في اي اللي هو ال 10 فولت في 2 امبير، بس الريزستنس غالبا بنقول ايه؟ اي سكويرد فور. والاي ده بكام؟ 2 والار ب 5. 4 في 5 ب 20 واط، فالباور هنا 20 واط، لا برضه 2 في 10. بس الاسهل هنقول اي سكويرد فور. ليه؟ انت في المساله دي معاك الفي تعالى مقاومه، هتقعد تحسب بقى فولت كل واحده وتقول اي في اي، لا انا عارف كارنت كل واحده فاقول اي سكويرد في الار. بس انا بيني وبين نفسي عارف ان هي في اي او اي سكويرد في ار او في سكويرد على الار، بس احنا هنستخدم مين؟ ده. طيب الباور بقى بتاعت السورس ده حد يعرف يحسبها لي كام؟ في فور 10 فولت في 2 امبير بكام؟ 20 واط. حد واخد باله ان دي هي دي؟ طيب هو الريزستنس دي بتسبلاي 20 واط للدايره ولا بتكونسيوم 20 واط من الدايره؟ اكيد بتكونسيوم مش هتسبلاي باور. يبقى اقدر اكتب على الباور دي كونسيوم، او ممكن نقول ايه سي كده دي كونسيومد باور. عايز تكتب الكلمه ماشي، عايز تكتب الحرف ده ماشي. طيب ده بيسبلاي ولا كونسيومد؟ بيسبلاي. يبقى الباور دي كونسيومد ودي سبلاي، اكيد ده هيكونسيوم من ده. لو الاثنين هيكونسيوم مين هيديهم بقى؟ فاكيد ده بيسبلاي باور، ده بيكونسيوم الباور، ولازم يكونوا الاثنين 20. يعني ما ينفعش ده يطلع 25 وده ياخد 20، طب الخمسه راحوا فين؟ او ده يطلع 10 وده ياخد 20، ال 20 دول جابهم منين؟ ما ده طلع 10 جاب ال 10 التانيين منين؟ فلازم يكون الباور سبلاي قد الكونسيوم، لان ايه؟ طاقه لا تفنى ولا تستحدث للعدد. حد كده تمام؟ طيب ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه، هو التيار كان البولاريتي بتاعت الفولتج كده صح؟ السبلاي التيار كان خارج ولا داخل من الوسط؟ خارج. طب الريزيستنس بتكونسيوم باور التيار كان داخل ولا خارج من البوست؟ كان داخل. خدها بقى كده رول، لو انا عندي بوكس كده عليه فولتج اسمه في، طب ايه اللي جوه البوكس؟ فولتج سورس، كارنت سورس، ريزيستنس، كاباستور، كويل، جواه سيركت. يعني جوه البوكس ده سيركت كبيره، جواه اي حاجه يكش يكون جواه كلمة، جواه أي حاجة. في الآخر لو التيار ده كان خارج من البوستة يبقى كده الدايرة دي بت إيه؟ سبلاي باور. طب لو التيار داخل في البوستة بيكونسيوم باور. وصلت؟ طيب هو في أكيد مفيش ريزيستنس سبلاي صح؟ أكيد. فأنا بقى أحتاج الرول دي إمتى؟ هو لو ريزيستنس أي سكورت في أر بيكونسيوم من غير ما تفكر. طب لو سبلاي؟ لا ده في اي ونقف ثانيه، هو التيار خارج من البوست فبيسبلاي ولا التيار داخل في البوست فبيكونسيوم؟ فانت هتفكر التفكير ده امتى؟ في السورس، لكن المقاومه بتكونسيوم. هتقول لي طب ليه السورس مش على طول بيسبلاي؟ يعني ده ممكن يكون بيسبلاي او بيكونسيوم. هو السورس ينفع يكونسيوم؟ اه ينفع على حسب الدايره اللي متوصل فيها. تقول لي ازاي على حسب الدايره؟ اقول لك الموبايل ده بيجيب باور منين دلوقتي؟ بطاريه صح؟ فالبطاريه بتسبلاي باور للموبايل ولا لا وانا شغال عليه؟ طيب وانا حاطه في الشاحن البطاريه بتسبلاي ولا كونسيوم؟ كونسيوم. يعني البطاريه فولتج سورس مره هتسبلاي مره كونسيوم، على حسب ايه بقى؟ الدايره اللي متوصل فيها، هو متوصل على الموبايل ولا في الشاحن؟ طيب يبقى على حسب السورس ده موجود فين ممكن يسبلاي باور وممكن كونسيوم باور. طيب يبقى الثلاثه سورسز دول ممكن الثلاثه يكونوا بيسبلاي، ممكن يكون في واحد من الثلاثة أو اثنين من الثلاثة بيكونسيوم. بس أكيد الثلاثة مش بيكونسيوم. برضه مين هيديهم الباور؟ طيب
يبقى السبلاي لو الكارنت خارج من البوستر بيسبلاي داخل في البوستر بيكونسيوم الريزيستنس بيكونسيوم على اخر حاجه بقى ده فولتج واحد فولتج سورس واحد وريزيستنس واحد. طب لو انا عندي سورسز كتيره زي المساله دي وعندي مقاومات كتيره زي المساله دي يبقى الباور سبلاي زي هنا كده بيساوي البي كونسيوم. لا ساعتها نقول ايه؟ سيجما بي سبلاي بيساوي سيجما بي سيجمنت بي كونسيوم. لان انا عندي كذا اليمنت بي كونسيوم وكذا اليمنت بي سبلاي فسمشن الباور سبلاي بيساوي سمشن الباور كونسيوم. هنا بي سبلاي بيساوي بي كونسيوم هنا سمشن بيساوي سمشن في اي سيركت يعني. في حد عنده سؤال في الكلام ده؟ طيب عايزين بقى نفيريفاي باور بالانس. يعني ايه نفيريفاي باور بالانس؟ يعني امسك كل الاليمنتس اللي في الدايره واجيب الباور بتاعتها. طب بعد ما اجيب الباور بتاعتها في حبه هيكونوا سبلاي وحبه كونسيوم. اجمع السبلاي على بعض واجمع الكونسيوم على بعض وبعد كده اثبت ان يعني لما ده يطلع زي ده اقول له فعلا اذا سيجما بي سبلاي يساوي سيجما بي كونسيوم. طيب بنسيستم الموضوع ده ازاي او بنحله ازاي؟ اول حاجه كده بتمسك المقاومات كلها تروح قايل له ايه؟ قول resistances consume power كل المقاومات بتكونسيوم ونبدا نحسبهم لوحده. طيب نحسبها ازاي؟ العقل بتدي ارقام ايس كولد فاير ايس كولد فاير ايس كولد فاير مش هفهم انت بتعمل ايه؟ ولو في كذا مقاومه ليهم نفس الفاليو مش هفهم برضه. فبنعمل ازاي الحل عشان يتفهم اللي انت بتكتبه له يعني يصحح لك؟ تبدا ترسم كل برانش. يعني مثلا نمسك الريزيستنس لفاي واحد منهم راح نسيب له كده 4 اوم ماشي هنا اي 1 فالفي بتاعتها بتساوي ايه؟ اي سكويرد في ار. الاي 1 كان بكام؟ تقول له كده اي 1 سكويرد في 4 والاي 1 هنا كان ب 2 يبقى 2 سكويرد في 4 4 في 4 16 وات واكتب جنبها ايه؟ كونسيوم. طيب امسك الاليمنت الثاني اللي هو ال 2 اوم ماشي فيها اي 2 راح قايل ان الباور اي 2 كان بكام؟ 6 يبقى 6 سكوير في 2 6 سكوير في 36 في 2 ب 72 واط. واكتب برضه جنبها كونسيوم. طيب بعد كده بقص البرانش ده والبرانش ده. البرانش اللي فيه الواحد والثلاثة دوت واحد اوم ثلاثة اوم ماشي هنا اي 4 الباور بتاعته هتبقى اي سكوير اي 4 بكام؟ فين اي 4؟ اي 4 في 2 والريزيستنس 4 يبقى برضه 16 واط وبرضه كونسيوم. ناقص اخر برانش اللي هو ده 1 اوم ماشي فيها اي اكس الباور بتاعتها هتبقى اي اكس سكوير يبقى 8 سكوير في 1 اللي هتطلع 64 واط وبرضه كونسيوم. كده خلصت النص الاولاني بتاع الكومنت. تاني حاجه بقى تروح ماسك السورسز راح اعمل كده قول له السورسز. طب تخيل لو في مصحح شبك بيكتب بالنظام ده هيظبط. طيب اول حاجه السورس ال 4 امبير الباور بتاعته كام؟ بالظبط كده. مش هنعمل بقى نحسب بي اي هو مديها لك كام؟ 16 مديها لك سبلاي ولا كونسيوم؟ يبقى تقول له 16 واط وايه؟ سبلاي على طول هو مديها لك ده كده جدا. طيب تاني سورس اللي هو الفي اكس تروح قايل له كده الفي اكس والكارنت اللي ماشي فيه اي اكس الباور هتبقى الفي اكس في الاي اكس. الفي اكس بكام؟ 28
والاي اكس بكام؟ 8 8 في 28 تطلع 224. تطلع 224. سبلاي ولا كونسيوم؟ سبلاي. تيلي الكرنت خارج من البوستيف يبقى سبلاي. بكتب جنبها كده سبلاي. اخر بقى سورس اللي هو ال 12 فولت. ماشي فيه كام؟ اي 3. هو اي 3 ده احنا حسبناه؟ طيب نعمل ايه؟ VCL عندي مثلا نود اللي اسمها سي، يبقى تروح قايله كده VCL ات سي. لو طبقت VCL عند سي هتلاقي اي اكس زائد 3 بيساوي اي 4. فالاي 3 هيساوي الاي 4 اللي هو بكام؟ 2 ناقص الاي اكس اللي هو بكام؟ 8 فيطلع ناقص 6 امبير. طيب الباور هتساوي 12 فولت في التيار اللي هو اسمه اي 3 اللي هو 6 امبير. 12 في 6 بكام؟ 72 وات. سبلاي ولا كونسيوم؟ قول لي بص التيار ده طلع ناقص 6، ده معناه انه ماشي ازاي؟ عكس الاتجاه. ماشي عكس الاتجاه. طالما ماشي في الاتجاه ده يبقى بيسبلاي ولا بيكونسيوم؟ بيكونسيوم. تروح كاتب كونسيوم. طيب هل انا هنا كتبت اشارات؟ يعني كان ممكن اقول 12 في ناقص 6 صح؟ لا ما بتكتبش اشارات. في ناس في الباور بتشتغل بالاشارات وتدي البوستيف يبقى سبلاي والنيجاتيف يبقى كونسيوم، او العكس البوستيف هو اللي كونسيوم والنيجاتيف سبلاي، اي حاجه. يعني تفرض اي واحده باشاره والثانيه عكسها. احنا مش هنمشي اشارات في الباور خالص. واللي احنا نعمل ايه؟ هنكتب الماجنتيود بس. ماجنتيود بس. طب سبلاي وكونسيوم دي بعرفه منين؟ لو ريزيستنس فيها كونسيوم. طب لو سبلاي انا فاهم الاتجاه، يعني انا فاهم ان ده خارج من البوستر فسبلاي. هنا طلع نيجاتيف خلاص داخل في البوستر بيبقى كونسيوم. تمام كده؟ يبقى انت بتجيب السبلاي وكونسيوم دي بتجيبها منين؟ نكتبها بالفهم اتجاه التيار والايه والبولاريتي بتاعت الفولتج، لكن القيمه بتاعت الباور تحسبها ماجنتيود بس. في الاخر انا هحدد لك يا سبلاي ولا كونسيوم، لا بلس ولا ماينس، انا هحدد لك يا بايه يا نوعها. ولو قال لك كالكوليت الباور بتاعت سورس والتايب بتاعها النوع بتاعها ويقصد سبلاي ولا كونسيوم، لان في ناس ما تبقاش فاهمه يعني ايه نوع الباور. نوع الباور يعني سبلاي ولا كونسيوم. حسبنا البار بتاع كل المقاومات وكل السورس، نروح عاملين ايه بقى؟ حيينه كده سيجما البي سبلاي. مين بي سبلاي؟ الاثنين دول بس 16 و 224. تطلع كام؟ 240. طيب سيجما البي كونسيوم جمع بقى 16 و 270 16 و 64 وفي السورس دوت الكونسيوم اللي هو 72. الكلام ده لو جمعته المفروض يطلع 42 واط. تمام كده؟ يبقى اذا سيجما بي سبلاي يساوي سيجما بي كونسيوم. كده المساله خلصت، كده عملنا فيريفيكيشن للباور بالانس. مين عنده سؤال في المسألة دي؟ هو الوقت على فكرة أنا شرحت كتير، يعني شرحت تطبق كيف إيه تبقى كيس إيه بني سيكونس. بعد كده قعدت أشرح ساعة في الباور بالانس. لكن الحل إيه اللي أنت كتبته؟ هل ده صعب؟ سألتكم في أول سؤال، السؤال عشان أنا عارف إن السؤال ده إيه. هل ده صعب؟ أول مطلوب بتاع الدي إكس؟ ده مش صعب خالص. هل بقى لو مسكت كده بإيدك على طول أي سكورت فور أي سكورت فور رحت كاتب دول ده صعب؟ لا. ما تجيبش ان انا قاعد اشرح ساعة في ان المسألة طويلة. انا ما مسحتش السبورة حتى. الكلام ده ما يجيبش صفحتين مثلا، صفحتين. صفحتين. ما المسألة دي برضه بقى لها نص ساعة مثلا. هتيجي واحدة زي دي كده في الويب.
طيب حد عنده سؤال؟ السؤال اللي بعد كده يجيب لك السيركت دي ويقول لك هات الدي نوت والاي نوت وهات البار بتاعت السورس اللي هو برضه باستخدام كي بي ال وكي سي ال. اول خطوه قلنا بنفرد كارنت في كل ال او في كل برانش. فانا فرضت الكارنتس اللي هي بالازرق دي فرضتهم هنا اي 1 و2 و3 وهنا اي اس. هو هنا اصلا فرد الكارنت اسمه اي نوت وهنا مديني البولت اللي اسمه في نوت. فانا كان قدامي حل من اثنين، اسمي الكارنت ده اي 4 ماشي وحل المساله بان التيار اللي هنا اسمه ايه؟ اي 4. بعد ما اخلص حل خالص وكان عايز الفي نوت اروح قايل الفي نوت بيساوي ايه؟ 1 في الاي 4 صح كده؟ بس بما ان عشان او بلاش عشان هو مديني الفولتج فبدل ما افرض النون جديد رحت عامل ايه؟ هو التيار اللي هنا ايه؟ الفي على الار. ففي نوت على 1 هتبقى في نوت. فقيمه الفولت في نوت وقيمه التيار في نوت. التيار قد الفولت يعني عشان ما تجيش الاتجاه. بس طب انا فرضت تيار تاني حل المساله عادي خالص بنفس الفاليو بس بدل ما اسمه دي نوت هيبقى اسمه حاجه ثانيه. في الاخر انا لما اخلص بالطريقه بتاعتي دي ابقى حسبت الفي نوت. انت لو فرضت تيار تاني تحل المساله خالص وفي الاخر تقول ان الفي نوت قد الفاليو اللي انت طالبه اللي هو بيساوي كذا. ما فرقتش يعني. طيب المهم انا عندي كام نوت؟ 1 2 3 4 5 6. محتاج كام معادله؟ 6. طيب قلنا عشان نتجنب حل المعادلات مع بعض بنعمل ايه؟ ندور على المعادله اللي فيها النون واحد. هل هنا في كي في ان او كي سي ان لو طبقتها يبقى فيها النون واحد؟ لا. طب دور كده كويس. حضرتك عشان ما تنهاش. اكيد حضرتك حددتها عشان ما تنهاش. اكيد انا حددتها عشان ما تنهاش. هو فعلا ما فيش. يعني لو طبقت هنا كي في ال يبقى عندك اي 1 و2 و3. هنا لو طبقت كي في ال يبقى عندك 1 وفي نوت. هنا مش عارف اي نوت واي 2 وهكذا. ما فيش ولا معادله فيها النون واحد. طيب. المرة اللي فاتت لما لقينا النون واحد طبقناها، بعد كده طبقنا اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. طب لما ما الاقيش اعمل ايه؟ هي دي ارخم ارخم حاجة هتعملها، مفيش ارخم من كده. لما ما الاقيش اعمل ايه؟ انت ما لقيتش معادلة فيها النون واحد صح؟ دور على واحدة فيها اثنين. ماشي صح؟ لا اللوب الكبيرة صح، في حاجة تاني؟ فيها ثلاثة صح؟ اه اللوب الكبيرة فيها ثلاثة. اللوب الكبيرة دي فيها اي نوت واي ثلاثة وبي نوت. يبقى اللوب الكبيرة ما ينفعش. اللوب اللي على اليمين صح؟ لو انا طبقت اللوب اللي على اليمين ديت هيبقى مين اللي عندي؟ اي 1 وبي نوت صح كده؟ طب واللي قال اللي على الشمال صح برضه؟ اي نوت واي 2 ينفع اطبق هنا كي بي ال او هنا؟ انا هبدا من اليمين للشمال. وفي اخر المساله اقول لك ازاي تبدا من الشمال لليمين. هتلاقي ان المساله ينفع تحل بكذا طريقه. طيب يبقى اللوب ده فيها كام قانون؟ 2. فنطبق هنا كي بي ال، سمي ده لوب 1. راح قايلين كده كي بي ال 4. وركز بقى معايا قوي عشان ما تتوهش. لكن بعد ما تفهمها هتلاقي ان هي سهله. بس ممكن تاخد وقت على ما تفهم. طيب ناقص 100 زائد 3 اي 1 زائد الفي نوت. الكلام ده بيساوي 0. طبقت كي بي ال والمعادله فيها 2 ناقص. اعمل ايه بقى؟ هات واحد تدرس الثاني. يعني مثلا انت عايز في الاخر تجيب الفي نوت. هات الفاريبل ده بدلاله الفي نوت. قول ان الاي 1 بيساوي 100 ماينس البي نوت على 3. يعني بيساوي 100 على 3 ناقص بي نوت على 3. سمي دي ايكويشن رقم 1. طيب جبت اي 1 بدلاله بي نوت، اعمل ايه؟ شوف الكوشن فيها اي 1 مثلا. روح بقى روح بقى دور على لوب ثانيه او نود تانية كيف ال او كيس ال تانية ويكون فيها كل الفاريبلز بدلاله الفي نوت ما عدا النون واحد. تروح جايبه هو كمان بدلاله الفي نوت. يعني
مش انت جبت ده بدلت البيوت خلاص؟ لو مثلا جيت هنا نطبق كيس ايه؟ هيبقى عندي اي 3 واي 1 وبي نوت. مش اي 1 ده بدلت البي نوت؟ هتعرف تجيب اي 3 بدلاله بي نوت. طب وبعد كده خلي كل المساله بدلاله البي نوت. ازاي؟ لو انا طبقت هنا كي بي ال هعمل ايه؟ هتجيب مين بدلاله البي نوت؟ اي 2 هتجيب بدلاله البي نوت، صح كده؟ كمل بنفس السيكونس ده. طب لحد ايه؟ لحد ما تيجي في اخر كي بي ال في المساله او اخر كيس ايه؟ هتلاقي كل الاوتنونز اللي فيها بدلاله البي نوت، فيبقى عندك معادله واحده وقانون واحد. هتروح جايب البي نوت بكده. طب وبعد ما اجيب البي نوت؟ كل الكارتس بدلاله البي نوت هتعرف تجيب كل الكارتس. يبقى المساله اتحلت. وصلت؟ طيب اول حاجه دورت على لوب فيها النون واحد ما لقيتش. عملت ايه؟ دورت على لوب فيها اثنين. جبت واحد بدلاله تاني. كان ممكن على فكره اقول في نوت بدلاله اي واحد عادي واكمل المساله بدلاله اي واحد، بس انا عايز احسب مين؟ في نوت. فهات المساله بدلاله البي نوت. مش شرط، بس يعني انت ينفع تمشي باي واحد. فبتجيب واحد بدلاله التاني. وبعد كده تجيب كل الفاريبلز بدلاله نفس الانون ده. فانت بتختار انون وتمشي بيه المساله كلها. طيب يبقى قلنا كده بعد ما طبقنا كيف ال في اللوب اللي على اليمين دي هنعمل ايه؟ هنطبق كيس ال على النود اللي انا عاملها بالاحمر كده. طيب يبقى نطبق كيس ال، نسمي مثلا النود ديت ايه؟ نروح قايلين كيس ال هاتي اللي عمال يقول برضه الوقت. انا كل ده عمال اشرح لحد دلوقتي ما كتبتش غير ايه؟ سطر. لكن لو انت عارف الطريقه مش بتشرح بقى، خلاص عرفت الطريقه وبتحل مساله واثنين و10 حلتش الكل. شيل في بتاع 15 مساله مثلا. خلاص انا بقيت برص الكتابه بس، لحد دلوقتي ما كتبتش غير سطر. طيب كي سي ال عندي ايه؟ يبقى اي 3 بلس اي 1 يساوي الكرنت اللي خارج اللي هو بي نوت. هتروح قايل له كده من الايكويشن رقم واحد دي، قول له كده فروم واحد نقدر نعوض عن ايه؟ عن اي واحد بدلاله البي نوت، صح؟ فالاي 3 بيساوي بي نوت ماينس اي 1. واي 1 من الايكويشن ده بايه؟ بناقص 100 على 3 زائد بي نوت على 3. فالاي 3 هيبقى بيساوي بي نوت وتلت بي نوت 4 على 3 بي نوت ناقص 100 على 3. ديت كده الايكويشن ايه؟ الثانية. طيب جبت الاي 3 اجيب مين تاني؟ اي 2. تاني بقى تطبق هنا كي بي ال اللوب 2 ديت فتروح جايب مين؟ اي 2. يبقى كي في ال 4 لوب 2 يبقى عندك 2 اي 2 اي 3 ناقص 3 اي 1. الكلام ده بيساوي 0. احنا عايزين هنا نجيب مين ومين؟ اي 1 و 3 بدلاله البي نوت. اي 1 هجيبه من الايكويشن الاولانيه واي 3 هجيبه من الايكويشن الثانيه. تروح قايله كده فروم 1 و 2 يبقى 2 في الاي 2 بيساوي ناقص اي 3 فيبقى ناقص 4 على 3 دي نوت زائد 100 على 3. طيب زائد 3 في اي 1 لو ضربت 3 في اي 1 هتبقى ايه؟ 100 ماينس البي نوت، صح كده؟ لو ضربت 3 في اي 1 هتدي لك 100 ناقص دي نوت فيبقى الاي 2 بيساوي ناقص 4 على 3 وناقص 1 ناقص 7 على 3 على 2 يبقى ناقص 7 على 6 بي نوت. طيب 100 على 3 و100
هتبقى كام؟ نقول 4 على 3 في 100 على 2 يبقى 2 على 3 في 100 يبقى 2 على 3. دي كده الايكويشن. طبعا هتجمع الرقمين دول علينا بسهوله يعني، بس ايه احنا بنعملها بس من غير ما اقعد ابص في الموبايل كتير عشان الموضوع يعني اوريك بس ان هو مفيش حسابات رخمه، لكن انا لو بحل في البيت اقعد اعمل بلاد. طيب جبنا كده الاي 2 اللي هو طلع 200 على 3 ناقص 7 على 6 دي. بعد ما جبنا ده نعمل ايه تاني؟ نجيب الاي نوت. نجيب الاي نوت منين؟ من الاي نوت من الاي نوت نسمي ديت دي هتروح جايب مين؟ الاي نوت. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى راح قايل كده كي سي ام ات بي هيبقى عندك الكارنت اللي اسمه اي 2 بيساوي اللي خارج اللي هم اي 3 واي نوت. الاي نوت هيساوي طبعا الكلام هتجيب اي 2 و3 من الايكويشن الثالثه والثانيه وهقيله كده كروم 2 و3 الاي نوت بيساوي اي 2 اللي هو 200 على 3 ناقص 7 على 6 بي نوت ماينس اي 3 اللي هو ناقص 4 على 3 بي نوت زائد 100 على 3 تعرف الاي نوت بكام؟ 15 على 6 ماينس 15 على 6 هيطلع ب 100 ماينس 2.5 دي نوت. طيب دي كده الايكويشن رقم 4. بعد بقى جبنا الاي نوت فكره كتبت بالظبط اربع معادلات لحد دلوقتي هجيب يعني كي بي ال و2 كي سي ال. موضوع والله يعني لو اتعودت عليه وحليت كتير بايدك سهل، صعب صعب خالص اربع معادلات انك تجيب حاجه بثلاثه الثانيه وتمسك الاله تجمع الرقمين ده زائد ده بكام فيطلع 100 وده زائد ده في 2 ده كلام سهل مش صح. لو مرات ايدك عليه كتير سهل. نعمل ايه بقى؟ طالما انا جبت ده وده وال 100 ده معايا فلو طبقت كي في ال هنا هجيب الاي 5 هعرف اجيب البينوت لان كل الفاريبلز دي دلالت البينوت ده صح؟ طيب تعالوا كده نطبقها هنا وسع نروح قايلين كي في ال 4 لوب 3. وعلى فكره سمعت حد قال اللوب الكبيره لو طبقت في اللوب الكبيره صح لان ده دلوقتي البينوت ده دلوقتي البينوت وده اصلا البينوت كنت برضه هحل المساله. طيب لو طبقت وكي سي ال برضه ماشي لو طبقت بقى كي في ال في اللوب الثالثه يبقى عندك 100 فولت ماينس 2 اي نوت ماينس 2 اي 2 الكلام ده بيساوي 0 محتاج اعوض عن ده وده بدلاله البيوت اي نوت واي 2 منين؟ اي 2 من المعادله الثالثه ونوت من الرابعه يبقى فيهم 3 و4 تروح قايل كده 100 ناقص 2 في الاي نوت 2 في 100 200 بلس ما تنساش الماينس ديت ده 5 دي نوت يبقى ناقص 2 اي نوت هتديك الكلام ده ناقص 2 في الاي 2 يبقى زائد 14 على 6 دي نوت ماينس 400 على 3 الكوشن ديت فانكشن في ايه؟ في نوت بس تعرف تجيب الفي نوت بكام؟ طيب وبعد ما تجيب الفي نوت هو كان عايز مين اصلا؟ في نوت واي نوت تعرف تعوض في الايكويشن رقم 4 وتجيب طيب يبقى تقول له كده هنا 4 تروح جايب له الاي نوت هو كمان بكام؟ البي نوت معاك هيطلع 31.0.82 والاي نوت هيطلع معاك 20.45 فكرة دول أربع معادلات وفي الخمسة حليت المسألة. ده كده حل المسألة. أنت طبعًا ما تعرفش الفكرة، بس بعد ما عرفتها، هل لو مرنت في مسألة
2 و5 و10 ده يبقى صعب. طيب يبقى تاني ايه التكنيك اللي بنمشي بيه؟ انت بتدور على كي في ال او كي سي ال، لما تطبقها يطلع لك معادله فانور، ما لقيتش بتخش على الليفل اللي اصعب شويه. ايه هو؟ انك يكون معادله فيها تو انور، اجيب واحد بدلاله التاني، بعد ما اجيب واحد بدلاله التاني اخلي كل المساله بدلاله نفس الانون دوت لحد ما بقى لي كي في ال واحده او كي سي ال واحده، كل الفاريبلز اللي فيها بدلاله الانون دوت، فاعرف اجيب الانون ده بكام. هل هنحل معادلات مع بعض؟ لا، مفيش مساله كي في ال وكي سي ال هنحل فيها معادلات خالص. طيب لازم امشي بالسيكونس ده؟ لا. ازاي؟ فاكرين اللي قال في اول المساله هنبدا من الشمال؟ لو طبقت كي في ال هنا مين الانونز؟ اي نوت واي 2. نجيب مين بدلاله مين؟ اي 2 بدلاله الاي نوت. فجبنا ده. بعد كده نعمل بي، ها؟ تعمل كي سي ال عند بي تروح جايب 3. بعد كده كي في ال في النص تروح جايب 1. بعد كده كي سي ال عند بي تروح جايب. بعد كده كي في ال هنا تروح جايب لاي نوت. فانت ممكن تطبق اي معادله فيها تو نونز وتجيب واحد بدلاله الثاني وتكمل المساله. وبالمناسبه انت ممكن تدي لنفسك دقيقتين تفكير في اول مساله تشوف انت تمشي ازاي. يعني انا ممكن ابدا المساله كده، هاي المساله على السبوره لسه ما اعرفش، طب فرضت الكارتز بعد ما فرضتهم اقول بص انا اطبق ايه هنا بروح جايب ده، مش عارف هنا اروح جايب ده، اروح جايب ده، اروح جايب ده، اروح جايب ده. طب ما اطبق بقى ده انا قلته ده، اكتب الخمس معادلات دول خلاص حليت المساله. ده كده في مشكله؟ طيب على فكره الست معادلات التانيين كان في طريقه تخلع منهم، اللي هو هتلاقي واحده في النور. هنا مفيش ولا معادله فيها النور. انت لازم تحلهم مع بعض، مش هتعرف تحل ست معادلات مع بعض. تمام كده؟ فلازم تمشي بالسيكونس ده. مين عنده سؤال؟ اتفضل. هو المفترض مثلا ان في الحاله الاولى لو كان في مثلا معادله ان هيبقى فيها النور واحد، تبقى فيها النور واحد. بس انا لسبب ما ما خدتش بالي من ده وقلت انه ما فيش. هل ممكن استعمل دي استعمل الطريقه دي على طول؟ ينفع على طول. لحد ما طولتش في نص المساله انت عمال تدور بقى طبق كيف اللي فين وكيس اللي فين؟ هطولتش في اللي فيها النون واحد دي هتلاقيها سهلت لك الدنيا. فاهمني؟ طيب هو كان طالب في نوت واي نوت وعايز بعد كده الباور بتاعك السورس الميد نوت. طب هنا في سؤال. جيب الباور ازاي بقى؟ طب هنا في سؤال. لازم احسب اي اس، الاي اس ده جه منين؟ كي سي ال هنا تحت. فانا لو جيت كده رحت مسمي النوت اللي تحت ده سميتها سي، وانا خلاص معايا الفي نوت والاي نوت، بطبق كي سي ال عند سي ديت. هتلاقي ان الفي نوت والاي نوت بيساوي الاي اس، الاي اس بيساوي في نوت زائد اي نوت، يعني الكلام ده هيطلع 52 وحاجه. 52.27 هيطلع 52 امبير بوينت 27. بعد ما جبت الاي اس راح قايل كده ادي السورس ال 100 فولت ده الباور بتاعته يساوي 100 في الاي اس اللي هي 5227 واط، او اللي هي 5.227 كيلو واحد. بقى دي بقى سبلاي ولا كونسيوم؟ طيب ليه سبلاي؟ لان الكارنت خارج من البوست. كان ينفع تطلع كونسيوم؟ ليه لا؟ ده السورس الوحيد في الدايره، فلازم تطلع ايه؟ سبلاي. يعني الاصل الاي اس ده لو طلع نيجاتيف تعيط. كل اللي عملناه. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟
عندي مشكله مع السوبر نود او النود الكبيره دي. لو انا قلت ان ديت نود كده عادي كان يبقى كويس. ده تمام خالص. والكبيره هي ما هي مش دي نفس النقطه ولا دي نقطه غير دي؟ طالما دي هي دي ودي هي دي فدول كلهم نقطه واحده. بس انا بتكلم اه ده لو قلت اللي دخلناها وخارج منها بسبب. بتكلم عامه في مسائل ثانيه. دي ما اسمهاش سوبر نود. اسمها ايه ده؟ ولا بيب نود يعني هي نود واحد. اصل سوبر نود دي حاجه ثانيه يعني ممكن اخد هنا مثلا كده سوبر نود وراح قايل ان الاي اس يساوي في نود زائد الاي نود صح ولا لا؟ مش طلعت من تحت اهي دي اسمها سوبر نود اقول كده؟ لا دي نود واحد استخدمها دي السوبر نود استخدمها ولا لا؟ السوبر نود استخدمها ولا لا؟ ايه السوبر نود؟ طب ما تدخلناش في السياسه دلوقتي هقولها بعدين سيكشن ما كده هروح قايلها هتلاقيني شرحتها يعني بس بلاش دلوقتي يعني فهمنا معلومتين مش عايز ايه ازود وازود وازود ورا بعض هو فاضل في السيكشن تلت ساعه واحنا بادئين من تلت اسبوع متاخرين وكده فهل اقول الديبندنت سورسز بسرعه؟ ماشي ايه؟ بس ماشي هحط مساله بس مش هحلها زي كده هحلها زي كده على الرسمه تقول لي نطبق ايه بين 92 كده بس لو ما كتبتش ماشي ديبندنت سورسز اللي هو الفولتج سورس والكرنت سورس في حاجه اسمها ديبندنت سورسز الديبندنت سورسز دي برضه فولتج سورس او كرنت سورس بس يبقى شكلهم بالمنظر بدل ما يبقى دايره بيبقى سان بوكس طيب الفولتج اللي هو الديبندنت ده كنا بنكتب عليه كام؟ 100 فولت 10 فولت صح؟ ده هتلاقي مثلا اسمه 2 دي اكس يعني ايه بقى 2 دي اكس؟ قال لك ده ديبندنت سورس يعني ايه ديبندنت سورس؟ هو بيطلع فولتج ثابت بيطلع فولتج ثابت بس قيمة الفولتج ده ديبندنت على فاريبل تاني في الدايرة يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي سيركت كده ومثلا ده الفولتج اللي اسمه في اكس وده بيساوي 2 في اكس فده بيطلع فولتج ثابت كل حاجه بس بيعتمد على فاريبل تاني في الدايره فانكشن في حاجه تانيه في الدايره طيب فبعرف قيمه الفولت منين بحل الدايره عادي لما اعرف الدي اكس لو الدي اكس ده طلع مثلا 10 يبقى ده بيطلع كام فولت؟ 20 طيب ومش شرط يكون ديبندنت على فولتج ممكن يكون ديبندنت على ايه؟ على كارنت يعني مثلا تلاقي مكتوب كده عليه 5 اي نود والاي نود ده مثلا الكرنت اللي هنا تمام كده فالاي نود ده مثلا لو طلع 1 امبير يبقى ده بيطلع كام؟ 5 فولت طيب لو هو بيعتمد على فولتج اسمه فولتج كنترول فولتج سورس لو بيعتمد على كرنت يبقى اسمه ايه؟ كرنت كنترول كرنت سورس ده صح؟ الاسامي دي مش لازم تحفظها يعني بس مش ما بنسالكش نظره للسيركس بسالك مثال بس بس انا بفهمك السؤال هو ال 5 اي نود ده دي قيمه كارنت ولا قيمه فولتج؟ اي نود ده كارنت اي نود كارنت اي نود كارنت بس 5 اي نود ده فولتج هتقول لي هو اليونت هو فولتج ولا امبير؟ مالهاش دعوه باليونت خالص انا بقول لك ان علاقه التيار الفولتج ده بالتيار ده ان ده قد ده 5 مرات كان مثلا واحد طوله 180 سم وزنه 90 كيلو قلت لك ده طوله قد وزنه مرتين ده مش معنى خالص ان طوله بالكيلو جرام خالص اقول لك ان ده قد ده مرتين فانا بقول لك الراجل ده بيطلع فولت قد ده 5 مرات قد التيار ده 5 مرات لكن اليونت مش كارب مش امبير اليونت ده ايه؟ امبير ده بيطلع 5 اي نود فولت تمام كده؟ بس علاقتهم قد ايه؟ ده قد ده 5 مرات فهمت؟ هو المفروض ان الكارنت سورس مثلا هو بيعتمد على البي اه تقول ان هو مثلا 5 اي او 5 مثلا كده بس عادي هتبقى ممكن تقول اه قيمته بالفولت يعني الاي نود ده طلع 1 امبير 1 ايه؟ امبير بقيمه يبقى قيمه الفولتج بتاع السبلاي ده كام؟ 5 فولت مش 5 امبير بس هو يفضل برضه فولتج سورس هو فولتج سورس وبيطلع 5 فولت بس ايه علاقه ال 5 فولت ب 1 امبير؟ ايه علاقه الرقم ده بالرقم ده؟ لا ده 5 مرات بس
اليونت ده امبير ودي فولت، بس علاقه الرقمين ببعض ايه؟ الفولتج اللي بيطلع هنا قد خمس مرات الكارت اللي هنا بس. زي قلت لك مثال طولك ووزنك، انت مثلا وزنك 90 كيلو وطولك 180 سنتي، فانت كده طولك ضعف وزنك، لكن طولك مش بالكيلو جرام. ماشي؟ طيب نفس الكلام اللي قلناه على الفولتج سورس ممكن يبقى كارنت سورس، وبرده يبقى الكارنت اللي خارج من الكارنت سورس هيخرج منه ايه؟ كارنت ثابت، بس هو الكارنت اللي بيخرج ده قيمته ايه؟ ديبندنت على فاريبل ثاني، يبقى اسمها 2 دي اكس او اسمها 5 اي نوت. تمام كده؟ يبقى بتطلع فولتج ثابت بس فانكشن في حاجه ثانيه، او كارنت ثابت فانكشن حاجه ثانيه. ناخد اكزامبل بسيط يعني مش هطول عليكم زي الثلاثه، بس ثلاث مثال اللي حددناهم مره فاتت يعني خمس دقايق ولا مش، عشان نبقى قلنا حاجه محترمه في السكشن ده. حد عنده سؤال بس في السكشن النهارده؟ تعبت زياده عن اللزوم مش هتقدر تسمع حاجه ثاني؟ يعني ممكن نقول المساله دي المره الجايه. يقول لك هات في اكس وواي اكس اللي هو الفولت والكارنت والريزستنس دول بالظبط في ال اكس. اول حاجه هنفرض كارنت في كل فلانش، هو مديني الكارنت ده واي اكس، انا هفرض ده اي 1 وده اي 2. طيب كده عندي كام نوت؟ 1 2 واي اكس يبقى ايه؟ 3. طب الفي اكس هو 1 في واي اكس، فانا عندي كام نوت؟ 3. محتاج كام معادله؟ 3. هنطبقهم باي سيكونس؟ نشوف معادله فيها ايه؟ نون 1. هل في حاجه فيها نون 1؟ شوف كده. كيف اللي هنا؟ ما ينفعش عشان فيها كارنت سورس. وهنا ما ينفعش عشان فيها كارنت سورس. وهنا ما ينفعش عشان فيها كارنت سورس. هنخليها المرة الجاية. مفيش كيف اللي عندنا هنا غير الايه؟ النوب الكبير. دي المعادلة الوحيدة اللي هتطبق فيها، الباقي كيسي اللي هنا، هتطبق كيسي اللي هنا. كيسي اللي هنا. كيسي اللي هنا. ده اللي عندك يعني. في حاجه بقى فيها النوم؟ واحد ده. مفيش حاجه فيها واحد، ليه؟ طبقنا كي بي ال في الكبيره يبقى عندك اي اكس واي 1 و2. طب كي سي ال هنا؟ اي اكس و1 و2 برضه. طيب كي بي ال كي سي ال هنا؟ اي اكس واي 1 وده برضه اي اكس وده 2 برضه 2. مفيش حاجه فيها ايه؟ النوم. في حاجه بقى فيها 2؟ فين بقى؟ اللوب الكبيره؟ نون نون اني نون؟ النود الفوق ده. النود ديت؟ اه لو طبقت كيس ال عند النود اللي اسمها ايه ديت؟ فيها كام نون؟ قلت لي ده معايا الاثنين دول اسمهم اي اكس، اللي فوق ده اسمه اجيب مين بدلاله مين؟ واحد بدلاله اي اكس. يبقى لو طبقت كيس ال عند ايه؟ هيبقى عند اي اكس وخمسه اي اكس والاثنين امبير، الكلام ده بيساوي اي 1، يبقى الاي 1 بيساوي 2 زائد 6 اي اكس، ده هي الايكويشن الاولاني. عايزين بقى نجيب الانون اللي هو 2 اي 2 ده هو كمان نجيبه بدلاله اي اكس، نجيبه تاني بقى معادله لك مطلق الحريه كي سي ال هنا هتجيبه بدلاله اي اكس. واحد مثلا فكر بطريقه ثانيه، حد يعرف طريقه ثانيه؟ كي في ال على اللوب الكبيره خالص هتجيب اي 2 بدل 3 اي اكس، لو طبقت كي في ال هنا على اللوب الكبيره هيبقى عندك 10 فولت اي اكس، ده بدلاله الاكس وده تجيبه بدلاله الاي اكس، صح؟ ها حد يعرف برضه فكره ثانيه؟ احنا قلنا فكرتين. ها حد يعرف فكره ثالثه؟ كي سي ال تحت، لو طبقت كي سي ال تحت يبقى عندي هنا اي اكس، وهنا 2 امبير، وهنا اي 2، هجيب برضو اي 2 بدلاله اكس. فانت تعرف تجيب اي 2 بدلاله اكس بطرق كتير قوي. ولو طبقنا كي سي ال اف بي هيبقى عندك الاي 2 اللي هو اللي داخل بيساوي 2 زائد ايه؟ اي اكس. طيب دي كده الايكويشن الثانيه. نعمل ايه بقى؟ والله نطبق الكيف اللي هي الكبيره دي مثلا، ونروح جايبين نسمي مثلا ده كده لوب واحد
في الواحد وتقول نطبق كي بي ال في اللود رقم واحد. فتلاقي عندك ناقص 10 زائد 1 في اي اكس زائد 2 في اي 1 زائد 4 في اي 2 اي 1 واي 2 بدلالته البي الاي اكس. تعرف بقى تعوض المعادله 1 و2 هنا فتجيب الاي اكس بكام؟ طيب بعد ما جبت اي اكس بكام؟ تعرف تجيب الفي اكس؟ هو كان عايز في اكس واي اكس؟ الفي اكس اجيبه ازاي؟ هي 1 في الاي اكس فالفي اكس يساوي 1 في الاي اكس. شوف بقى الكلام ده طلع كام؟ الفي الاي اكس طلع بناقص 2 على 17 والاي والفي اكس طلع زي ناقص 2 على 17 بس دبل. طيب ايه الجديد بقى في المساله دي؟ هل في اي جديد؟ يعني الديبندنت سورس ده اضاف شيء بدل ما كنت بطبق فيه سيل اقول ده 2 اقول ده ايه؟ 5 اي اكس. كده كده انا عندي الفاريبل اي اكس ده في الدايركشن في الدايره، يعني لو ده مش موجود كده كده انا بطبق كيس ال يظهر لي اي اكس. هنا ظهر لي ايه؟ اي اكس تاني عادي. هتيجي تطبق كيف ال لحيت حاجه اسمها في اكس 5 في نون 10 مش عارف في الفا عادي. فالديبندنت سورس مفيش اي حاجه جديده فيه. بتطلع كارنت ثابت او فولتج ثابت بس ديبندنت على حاجه ثانيه. مفيش اي جديد في المساله دي. حد عايز يقول لحد دلوقتي؟ كده سيادتك تقريبا خلصت توبك كي في ال وكي سي ال كله. تقدر تحل الشيت لحد مثلا لما 15 مثلا ممكن تحل اول 10 او 11. اخر كام واحده دول السورسز اللي فيهم هتلاقيهم سيريس وبارلل مع بعض. انت فاهمها هتحل مش فاهمها انا كده كده المره الجايه اهو. لحد دلوقتي كده الشيت الاولاني تقريبا خلصان ما عدا ايه؟ اخر كام واحده اللي فيهم سورسز سيريس وبارلل ممكن تشوفها سهله. لا لما نيجي نجمعهم مع بعض لو اتفضلوا اللي حد عنده سؤال.